يا أخي أثر جميل نقل عن عبد الله بن المبارك. تعرف العلماء ديل يا أخواننا والله ناس عجيبين. في أثر من الآثار منقول الأثر ده ضعيف. إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض انفلات فليغل يا عباد الله احبسوا. الناس اللي بيستدلوا لك بيه ويقول لك يا أخي تخلي الله وتقعد تنده في الجماعة الميتين والحيين، يا فلان تلحقنا ويا فلان ترزقنا ويا فلان. الأثر ده باطل وما صحيح، النبي ما قالوا. لكن لاحظ ابن المبارك ده عالم كبير من علماء الأمة من التابعين. يوم من الأيام في سفر وقام ضل الطريق كويس، فتش للشارع ما لقاه، فقام يتذكر الأثر ده. إذا ضل أحدكم راحلته بأرض فلات فليقل يا عباد الله احبسوا. قال أنا ما بتعبد بالأثر ده إلا أعرف النبي قال ولا ما قالوا. طوالي أمر الزول معه وقال له طلع الكتب، طلعوا الكتب، بيجوا يفتشوا هل الحديث ده صحيح ولا ما صحيح، بيجوا يفتشوا. في النهاية لقاه ضعيف، قال لا أتعبد بعبادة حتى أنظر إسنادها، أعرف النبي عمله ولا ما عمله، ما عمله ما بعمله. لكن هسه تعرف احنا بقى الشغلان الفتوى عندنا زول بيستاهل في اي شيء، بقى عند الناس ماشي. ولا زول يحلم بالليل يقول لك حلمت في النوم والنبي صلى الله عليه وسلم جاني واداني ذكر، والذكر ده يلا قولوه معاي، ذكر يوم كده وذكر كله صباح وذكر كله مساء. يا اخواننا الدين ما بياخذ من الاحلام، ما من حلم خلاص انا اقوم اغير ديني، لا 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 لا، الدين ده نزل واكتمل. وربنا سبحانه وتعالى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تاني ما في زيادة. أثر مهم جدا عشان نحن يا أخواننا نعرف إنه العبادة عشان نحن نتعبد بها لابد تكون زمنها وعددها وميقاتها وكل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، عشان احنا ما نزيد من عندنا. ابن مسعود رضي الله عنه الكوفة، واحد من الصحابة أبو موسى الأشعري دخل المسجد، مسجد الكوفة، لقى في ناس قاعدين حلق دوائر يعني، وأي دائرة فيها راجل قاعد بيقول للناس يا لو حصى معه لام الحصى، بيقوم بيدع على الناس واحدة كده يقول لهم سبحوا 100، أحمدوا 100، هللوا 100. نحن لو نعاين للحاجة اللي عملوها الناس الحلق ديل، دي جمعت بين أمرين، بين سنة وبدعة. الاثنين السنة شنو؟ كون تقول سبحان الله دي سنة صح؟ سنة؟ الحمد لله سنة صح؟ لا إله إلا الله دي كلها سنة. البدعة وين؟ كونهم يتجمعوا بعدد وشغالين بيذكروا بعدد معين وبصفة معينة شكل دائرة قاعدين. ده شيء جديد. طوالي أبو موسى الأشعري صحابي جليل دخل عليهم عاين ما سالهم. ليه؟ لأنه في أمير الكوفة موجود باعتباره حاكم وعالم، الاثنين حاكم وعالم. طوالي مشى انتظر جنب الباب بتاع ابن مسعود منتظر، لقى ناس كمان راجينه. شوف الناس بيحترموا العلماء كيف، الناس منتظرون جنب الباب. والله هسه الناس تقول له في محاضرة، أكان أنت جيت وما برجوك، العالم يجي يدرسهم ما برجوك، لكن شوف ذلك انتظروين جنب الباب قاعدين. قال لهم هل خرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا ما خرج، بقى منتظر. لما طلع ابن مسعود حكى له طوالي، قال له رأيت أمرا في المسجد قال أعجبني. تعجبت له يعني أو رابني. قال له ما رأيت إلا خيرا. في النهاية خير يعني، ناس قاعدين بيذكروا في الله. لكن الموضوع ده أنا حيرني. طوال ابن مسعود جاء قدامه، ده حاكم وعالم، دخل المسجد لقاهم قاعدين حلق في محلهم. أول حاجة في رواية ابن وضاح ابن مسعود ركل الحصى برجله، شلت لهم الحصحاص بتاعهم. أول حاجة قال لهم ما أسرع هلكتكم، در تهلكوا بسرعة. قال لهم هذه ثياب رسول الله لم تبلى، لسه هدومه قاعدة يعني،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى قريب قريب. هذه ثياب رسول الله لم تبلى، وأعنيته المواعين اللي بياكل فيها لم تكسر، لسه مواعينه قاعده. انتوا قالوا ده تغير الدين بالسرعه دي؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير. فقال لهم مقوله صارت مثل لليوم اللي علينا ده، بقت مثل الناس يضربوه. قال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغه. ما اي زول يا اخواننا داير الخير بيمشي لبايت اياه، عشان كده ربنا قال في سوره الاسراء ومن اراد الاخره يعني الجنه وسعى لها، شنو؟ انتبه للايه، سعيها، لانه ما يسعي بوديك الجنه، قال لك سعيها